أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بوحدانيته وأشهد أن محمدا رسول الله اعترافا بنبوته والصلاة والسلام على من أرسله الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. قل تعالى عز وجل برحم وكرمة خمة تردى بك إمام حنيفي إمام شافعي رضي الله تعالى عنهما إمام شافعي ببحث إمام حنيفي بكن چونکو بہساوی وقغت مسکی بخدا کی یے ګل انسانانه بہسا پیغمبرا بہسا اولیاء بہسا علما بہسا قنجا بہسا صالحا بہسا انسان تمس مسکا چونکو اخلاق هوا حوالتی هوا معاملہ هوا هر زمان خدمتا دین دے یعنی يعني خدمت دین خودی کرنا یعنی يعني با پیغمبرا حیات خوا جان خوا مال خوا هر تشت خوا در یا خودی دا دانا جی برود تعالی عز وجل جلد بیو ما خلقت الجن والانس الا لی عبدونی خودید انسان و جن خلقانا جبوی گو طاعت مبکن چکو انسان معلومه خود تعالى خصية خليفة خواه خود انسان خصية اشرف المخلوقات خود تعالى انسان غراب لخلقان ديا وظيفة لخلقان ديا تمام كائنات بن خزمت انسان اما انسان جي خادم خوديا. عبد خوديا وظيفة دار امر خوديا اجا اما بحثا ذو الكفل على نبينا وعليهم السلام حمام في خنبلة الصلاة والسلام يخود سروابن ذو الكفل عليه السلام جنسلا أيوب عليه السلام معلومة أيوب عليه السلام جذريته اسحاق في خنبلة إسحاق في اسحاق في خنبر قريء ابراهيم خليلا يعني دكري ابراهيم خلیل الهابون يق إسماعيل يك اسحاق وأب يعني ايه أيوب عليه السلام دياويجي قيزا لوتا لوت برازي إبراهيم خليل بو على نبينا وعليه السلام وعيني زمان دا اه معلومة أب ذو الكفل زمانه يعقوب بخمبر ديا تدي يعقوب جي كوري إسحاقا bavê nebî Yusufa zamanê wî de jî bûya û zavayê wî jî bûya yanî hem zabayı, Yaqub aleyhisselama hem jî zamanê wî de bûye jî îca navekî wî jî bişra bişir mana mizgîniya yanî xwedê teala aze wecella ev bişir yanî zulkifil ما گو ایوب پیخمبرا ای ایوب پیخمبر جی زوریتا ابراهیم خلیلا ایجا اب زل کفل خود تعالی عز پیشتی ایوب علیه السلام وی دیا بال بنی اسرائیلیا و خود تعالی عز و جل توحید خود تعالی دائی دا گوهر دین من انسان را تبلیغ بکا بیجا امر خود تبلیغ انسان بکا زل کفل لشاميدما ما یعنی يعني اترماوی لشامید ما یا خود تلا عز و جل سورت انبیاء سورسی دا خود تلا عز بحث ایوب السلام تكي. بشتي ایوب عليه السلام بحث زل کفل

خدای تعالی به اونلر حقیقتا صالح لردندی دی خدای به اوانج انسان صالح بونا انسان قنج بونا خدای تعالی سورت ساد دجید جید بجی دیسا وصف وا دی بحسا وا پیخمبرات کی خدای تعالی به ایوب علیه السلام پی ایوب را خدای تعالی عدو جلد به ما اسحاق شیع ابراهیم اسحاق یعقوب

چکو خدا تعالی بأو ما کتاب یعنی ما وحی جوارشیان خدا تعالی عزوجل به آم ما وانا شرف لیکر یه جول خدا محمد إسماعيل الیسع زل کفل جی به نبی رخوا آوانا پیغمبر خدا بنا قاصد خدا بنا یه جول خدا تعالی عزوجل به ان قنج انسان بنا يجازل الكفل عليه السلام خذت الله عزوجل وجل وصف ويدت قرآن دا بحثا ويدك دب أوينا إنسانك راس بويا إنسانك بويا وظيفة خب جيانيا الله عز وجل وحي دايدا جو الكفل عليه السلام هاتي ولات رومه، لأن معلومة شام جيت ولات رومي دا يعني اب مملكه بل هندي دنيا د قطبن يك روما امبراطورلوج يك زي فارس يعني اوي ايراني بحدود العراق و حدود الكويت و حتى ب حكم كريا و اب روما امبراطورلوجي اف شام جد بن دا حسابي و علي ج قزي اب تفد بن دستي بنا heta stambolê ev jî destê romê debû ica ev zulkuful mego şamê di rûnişt ema xwedê tala vî pêember ela şiyan de ji romêra ica wextê go zulkufl hat ji romêra teblixa dînê xwedê kir gelek insana man pê ani tewhida xwedê qebul kirin ema ewa insana ditiştnada as bûn خدا تعالی جیهاد سر و فرس کرد گو ام جیهاد ناک گو ام حیات خوازن ام زوقیت خوازن ام کیفیت خوازن گره که امی چن لگرکه لی گره که خودی ما نکوشی گره که ام گره که ام, ام زورا نیاری خوب ببین گره خودی عمری ما دریش که مثلا عمری ما دست ساله برا بی چار سال دبی وقتی خدا تعالی عزوجلا و جل حسابا گوتناکر گره للكفل قو يا ربي قو قومي من تشتكي جمد خازي تسحتك وتزاني يا خوذي تعالى عز وجل دبي موا عاصي يعني او قومي ذو كفل يعني تشتك خاستن بو يعني چه نابي چوكو انسان تحربه دا دبي شهداء وقت الشهيد كد كفي فضلا مزنا نقو يعني وقت الإنسان شهيد كد یعنی zarar kleshdebe chunke ajal har waqti be ajale tashiyatat harbe de jibe da nawa thopa de jibe go ajale tanawit namre waqte ajale tajihad ko debe te mire evaja waka khalis binewalid de be sad bin katlashmida mitkhaz go az bemrim de harba yani mukeda ama de be azna mire أصل دو شک مرم اما مدو عملی خوزیا خود تانیب شهدا بشهید تی و اشهید کتانا ایجاز الکفل ش قوم خورا گوت بو ولو نکن طاعت خود جهاد بکن اما وانا رضا گستر مش نکرن ایجا خود تعالی عز و جل دبه محمد ش قوم خورا بیجا بمجی سونا و بو زرر حلاک وقت قوم تجول وبكوي اوجي ضرر لكن چون کو خوده اور شان بيجي خدای ونجي ولو بکندونه ضرر کن وقت ون قنجيب كنونه كارك چون شرف العزه لله ولرسوله وللمؤمنين شرف خوده ريا شبي خمبره خوده ريا يا خدای تعالی عز وجل مش شرف اسلام نخي خود تعالى مج محبتا پیغمبرا ريا پیغمبرا گوتن پیغمبرا خود ما تابع ریا واب کے خود قلب ما منور بك بنور اسلام بنورة ایمان بنورة وحي خود تعالى برحم وكرم بكي. سلام سر و کرم خواه ما تاب کے سلام خود سروابن خود تعالى عز جل اجمع و بي işte ki istek kabahbe cari jumra bir şeyinin masaj olarak, ya kudretla adıyla jma ve tevda razibe, u kudretla akıbet ama kendi bin misine, zahf dua bükün, zahf istiqfaru tevab bükün, zahf zikr bükün, zahf dua ve zarzare bükün. Vakte insane Müslüman vatştabık ki inşaallah, klas bunu da rya kudede واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين